السلام عليكم. كنشكروا القناة ديال فاس نيوز اللي كتسهر معنا في المبادرة بالمجان، وكنشكر الأستاذ ديالنا الله يجازيه بخير على المبادرة اللي كيدير معنا، وكنشكروا الشرفة المحبين في دار الضمانة، وهاد دار الضمانة عند الجماهير ديالها اللي كيبغيوها وعندها شرفها الوازي اللي كيحبوها. وكنشكروا المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، قال ان هذوك الناس مشينا عندهم المحبين عند المحبين ديال دار الضمانة، مشينا عندهم وفسحوا لنا الزاوية وخدمنا عندهم. مشينا عندهم في 2020 في شهر 2/2/14 فيه خدمنا عندهم، وخمس ايام وحنا عندهم، وذوك الناس عاملوا لنا معاملة طيبة، وناس الله يفيد عليهم الخميرة، وناس من أطيب خلق الله، والزاوية ديالهم مفتوحة للجميع. حنا سيدي كنا كنخدموا في فاس، خدمنا في الدار البيضاء جميع المدن تنخدموا فيهم، وفي وزان خدينا البرية في 2020 في شهر 2 في شهر 2/2/14 فيه خدينا البرية. هاد البرية هادي كيعطيوك بحال تكريم، هادي كعطانا الشيخ مولاي أحمد الله يجازيه بخير، لأن ذاك الرجل من أطيب خلق الله، استقبلنا بالزاوية ديالو، والزاوية ديالهم مفتوحة للجميع. الزاوية ديالهم مفتوحة للجميع. الشهادة ديال التخرج هي الشهادة ديال التخرج. ما خلينا فين خدمنا، خدمنا في الدار البيضاء، حنا في فاس خدمنا، ما خلينا فين خدمنا هنا في فاس، وخدمنا في وزان، وخدمنا جميع، عندنا المحبين ديالنا في وزان، وعندنا المحبين في فاس، وعندنا المحبين في جميع البلدان، وكيبغيونا وكيقلبوا علينا. بحال دابا هدية الليلة غنشرفوها الوزان تقيل، بحال دابا شرفوها وزان مثلا، شرفوها الوزان ملي كيبغيونا وكيعيطوا لنا كنخدموا بالمعون ديال الجلد، لأن دوك الناس كيبغيو الأصل، وحنا كنخدموا عندهم الأصل، وهما كيبغيونا وكيحبونا وكيقلبوا علينا، ولكن دوك الناس يبغيو الأصل. حنا كانوا عطاونا الزاوية ديال ضرب الحرة، هذيك الزاوية ضرب الحرة هنا في المدينة، منين جا هذا الوباء طرقوها علينا الله يرضى علينا وعليكم هذه الأمة. هذا الوباء عطاونا هذا السفيلي هذا الشريف مولاي المهدي الله يجازيه بخير، فيه كنعمرو هذا السفيلي كيتواجد في درب العامر كيتواجد حدا الزاوية ديال حمو، وفتح لسيدنا الله ينصرو والله يطولنا في عمرو والله يشافيه والله يرد عليه ذاك الضرار والله يشافي ويشافي جميع أم سيدنا محمد. وفتح القناة ديال فاس نيوز، كنشكرهم على هذه المبادرة اللي كيديروا معنا، وعلى المعاملة اللي كيعملوا معنا بالمجان، الله يجازيهم بخير، والله يسلك أمورهم على خير، والله يفسح عليهم الأبواب اللي ما عليها أبواب، والله يقضي غرضنا وغرضهم، الله يسلك أمورهم على خير، الله يفسح عليهم الأبواب اللي ما عليها أبواب، ويسلك أمورنا وأمور الأمة على خير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأرجف المولى. أدعي في الله طلبته وأجبلي شرعي، ألي تجوادي دايفو يا رب احملني.